يحبه واللي يحب يفزر يتشكل مسمار يحكم الطيطانوس. هيدا 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 يغلط بغلطة تيرزروس شو زين كاباب دو فير لا كوميديا ديال ارتي كيفاش كان الدم كرام خلونا نهضروا حنا اسكت يا رحم والديك راك هولتهم كسرت لهم لسانهم خليهم يريحوا وكل ما نديروا خطوه للامام راه رانا نزيدوا نتمناوا خطوات اخرى أنا راني رايح لتونس على ربع نصيف عليك الو راه انا قلت نعطيك حس وردات عنه السنوات الماضية واعتقد يا حفيد انكم ستحكمون على صور دعني اقول لكم اننا هنا محظوظون اكثر منكم ما عليكم دعنا نشاهد هذه الصور يا احمد هي لكم اجواء العاصمة قبل ساعة وعشر دقائق من نهاية هذا القرن العاصمة او البريد المركزي اجواءها هي هكذا الكثير من مدن الجزائر يا أحمد الكثير من المدن والقرى تعيش تقريبا نفس الأجواء ولكن بدرجات متفاوتة تفاوتة يا حفيد صعب حتى مرور السيارات هنا بهذا المكان نحن كفرقة تلفزيون قضينا وقتا طويلا حتى نصل إلى نقطة البريد المركزي الحقيقة أنه أحمد هل هناك برنامج خاص في ساحة البريد المركزي؟ في برنامج فني وفي ما يتمثل هذا البرنامج؟ والله العديد من الفنانين الشباب مطربين الأغنية الشبابية هنا يعني دعوة مفتوحة على الفرح وهل هناك ساحة أقيمت خصيصا لكي يؤدون أغاني هناك؟ الساحة موجودة صنعت منصة خصيصا منصة فنية خصيصا للعرض حققت لمحطة حاتم سعود نشكركم زملائي بالأستوديو المركزي شكرا حفيظ شكرا فيروز شكرا لكل الزملاء اللي عملوا معنا طيلة هذا اليوم نسمح نفسي أيضا وحنا نبدلوك تحية ونبدلو تحية أيضا لكل عمال قاعدة 24 فبراير لكل عمال محطتنا الجهوية بورقلة ونقول لكم معليش قبل الأوان لأنه آخر لقاء معكم ونقول لكم كل عام وأنتم بخير وننسى أيضا كل عمال الجهة الجنوبية طبعاً. من أرض الوطن الذين نحييهم بهذه المناسبة طبعا سنستقبل ضيوفا سنستقبل الكثير من المفاجآت ابقوا معنا إلى غاية بداية العام الجديد إلى غاية بداية القرن الجديد مفاجأة كبيرة تنتظركم تنتظر كل من يتصل بنا للإجابة على الأسئلة التي بدأنا طرحها منذ صباح الباكر أشاهد الكثير من الضيوف من بين أتمنى إن شاء الله عام سعيد وعام سالم وعام تاع عمل وعام تاع انتاج بارك الله فيك بفضل مساعي الجميع كامل بقاع العالم العربي وفي كل انحاء العالم جاليتنا الجزائريه العربيه والمغاربيه موجوده في كثره هذه هي الاجواء في العاصمه بيروت سنتمنى ان تكون احسن عندنا لما لا في مختلف المناطق في مونكادا في البريد المركزي في قاعه حرش حسان في كل انحاء الجزائر هي الاجواء كانت هكذا يا عفيفه هل لديك اغنيه للجيري موناموت مش الان يا حفيد هي مبرمجه كنا يعني بادرنا بهذه الفكره لكن لما نقترب من دخول الالفيه ان شاء الله الفنانين الحاضرين معنا رايحين يادوها معي الفنانة متألقة الآن سيدة زكية محمد تقول كل شيء جميل وفرحنا اليوم جميل والجزائر جميلة وإن شاء الله بوتين يمنح يلتسين المستقيل حصانة كاملة بعد تعيينه قائما بأعمال الرئاسة ويعد باحترام الحريات الأساسية وإصلاح الاقتصاد وصول رهائن الطائرة الهندية المختطفة إلى نيودلهي بعد انتهاء أزمة الطائرة بالإفراج عن ثلاثة معتقلين كشميريين وحمى الاحتفال بقدوم الألفية الثالثة تجتاح العالم مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا إلى أخبارنا
تعهد القائم بأعمال الرئاسة الروسية فلاديمير بوتين باحترام الحريات الأساسية. He finished third in the rankings, but Sampras had the momentum at the end of the year when Agassi had had the momentum right through the year. Lindsay Davenport won the season-ending Chase Championships 2 on the WTA Tour by beating Martina Hingis for the second weekend in a row in Manhattan. Hingis, though, finishing the year as number one, Davenport as number two, but Davenport showing at the end of the year that she was the stronger player. A year which posed questions about the temperaments and the ability of Martina Hingis. في القدس المحتلة أدى مئات الآلاف من المسلمين صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك. امتهانينا بمناسبة العام الجديد، بمناسبة القرن الجديد، تمنيتنا لكم بالسعادة والهناء. عارف الدريب ليا أخت ليلى. سويا البريد المركزي، هذه هي الصور الرائعة، يمكن أن تشاركي معنا في التعليق على هذه الصور الرائعة جدا من البريد المركزي من قلب العاصمة. من يوجد بالبريد المركزي؟ أحمد. هو أحمد. أحمد، هل تسمعنا يا أحمد؟ وسط كل هذه الأضواء. أنا هنا يا حفيظ. وسط هذه الأضواء الجميلة والعاصمة اليوم راهي باهية، خطفت كلمة الباهية من وهران. طلعونا بنيسة وناسي ونهضنا بالغربة داتني ونولي ليك يا بلادي وهران. شات الغلطة يلي برجال كامل دي يا بلادي، وقت الشدة ما نلقاوك غير انتي يا بلادي. فيك عباد طفى وعليك النور، يحبوا يرموك في واد ويخلوا شعبك مقبول. مرتو بلادي نبغيك، مرتو بلادي نبغيك، مرتو وش عملوا فيك مرجري ونموت عليك. مش عندي يا الناس بصوتها قالوا ما في يدي. الجير عزيزان في ديالي الحزان، عينو الزاني زمان انا نسيت ولا. الجير عزيزان دورني بالملا، عينو يحملان سيكون مرتشان. الحق وحقك راهو مخبي، لابد يجي لنا نهار و
الجزائر انت حبية الكل كما كنتم تشاهدون، يغني معنا هذه الأغنية اللحظات الأخيرة من عمر السنة، اللحظات الأخيرة من عمر القرن العشرين، اللحظات الأولى من عمر القرن الواحد والعشرين، ستبدأ بعد 7 دقائق. قبل الدقائق الأخيرة ربما الكثير منكم يتذكر صاحب الدقائق الأخيرة عمر بطروني الموجود معنا، الدقائق الأخيرة في سنة 75، الدقائق الأخيرة في سنة 76. سنعود إليك يا عفيفة. عمر بطروني في لحظات قليلة ماذا يمكن أن يقول للرياضيين؟ ميكروفون. على كل حال نشكرك بزاف سيد دراجي على الدعوة هذه. و هذه الزغريتة شوية هذه.